حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. النهارده مكان اكتشاف من اكتشافات مشاوير شيماء الحداد، بحبكم حبه كتير. النهارده جايبه لكم اسعار الساعات جمله وقطاعي، وزي ما انتم شايفين كده الساعات معانا بتبتدي من اول 50 جنيه، 35 جنيه. كمان شايفين عندي براندات هي بشرى ساره للمحلات، هنا المحل جمله وقطاعي. تعالوا قبل ما اقول لكم الاسعار وابهركم بيها، تعالوا ناخد وصف المكان. احنا فين؟ احنا في المنشيه عند كمال سعد، الشارع بتاع كمال سعد، مول كمال سعد. زي ما انتم شايفين كده هتلفي هتلاقي حمزه نصر للساعات. تعالوا يلا بينا نخشوا ونشوفوا العروض والخصومات اللي موجوده. مؤمن عامل ايه واخبارك ايه؟ تمام الحمد لله والله. قول لنا بقى النهارده مواعيد الشغل بتاعتنا بتبتدي من الساعه كام لكام؟ من 11 الصبح لحد 11 بالليل. من 11 ل 11 يا بنات. عايزه اقول لكم زي ما انتم شايفين كده المكان، عايزه اقول لكم جمله وقطاعي، ساعات حائط وساعات يد، اكتشاف اكتشاف. طيب قول لنا على طول كده هتبدا لنا بايه؟ ممكن نبدا معاكي من الرجالي. نبدا بالرجالي. في معدن وفي جلد. وفي المعدن وفي الجلد. يبدا معاكي السعر القطاعي من 75 وانت طالع. 75 الستاند اللي انا بفرجه لكم ده كده كله 75؟ لا بيبدا في حاجات بتبدا من 75 وانت طالع قطاعي، ده اللي عندك بيبدا معاكي 125 وانت طالع. 25 125. ركزوا بقى في الارقام، واللي يعجبه حاجه يعمل لها سكرين شوت. هي بشرى ساره لان هنا جمله وقطاعي، يعني لو حد عايز يفرش محل الكميه لو عايزه موجوده، لو حد هو جمله اساسي. بس انا بقول لكم باجي لكم الاماكن الاكتشاف ليه؟ علشان خاطر الاسعار تبقى على قد الايد. جمله وقطاعي اللي فوق ده كده 85 جنيه قطاعي. 85 جنيه قطاعي اللي فوق ده، كل اللي ايده جلد ده لحد هنا كده كل ده شايفين، كل دي اشكال سعرها 85 جنيه. طيب نعلى شويه بالسعر. ممكن يبقى معاكي الاشكال اللي تحت دي، المعدن والجلد برضه تبدا معاكي من 100 وانت طالعه، 100 125 وانت طالعه، 100 125 وانت طالعه. المكان ما يتوهش خالص يا بنات، قلت لكم في اول الفيديو كل الاسعار على قد الايد. بشرى ساره لحبايبي اللي بيشتغلوا اونلاين، بالاضافه كمان للي عايز يفتح محل. بصوا جبت لكم الايد الاولى زي ما انا عودتكم دايما، شايفين كل دي ساعات رجالي اشكال والوان. بصوا بقى هنا كمان دي الحاجه وهي معروضه قطعه، جيب القطعه دي سعرها عامله كام؟ دوله بيبدا معاكي 125 برده، 125. بس عايزه اقول لكم براندات تحفه. بصوا 100. طيب في اللي هو ضد الميه؟ لا ضد الميه والله حاليا ما عنديش خلصان. خلصان مش بقول لكم حاجات تحف يا جماعه، يلا بسرعه الحاجات فعلا بتخلص. هنا بصوا الساعه دي ب 2 اوستيك عامل 180. 180 يعني ثلاث ساعات ب 180 جنيه، لانك ممكن تغيري الاوستيك بتاع جوزك ويبقى حسب الطقم بتاعه. بصوا برضه دي طالعه برضه موضه قوي، الولاد والشباب بيحبوها. 195. كل اللي انا بفرجك عليها دي 175 و 90. 195 كده 150 جنيه. اشكال كتيره بصوا، انواع واشكال زي ما انت حابه. في بقى الحريم بعد كده، يلا بينا ندخل ونشوف الحريم. بصوا المحل كبير بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا هنا بقى هتتفاجئوا بالسعر. بصوا عايزه اقول لكم دي الديجيتال، اسمها ايه يا مؤمن؟ الديجيتال شباب اسمها ساعة الخزينة، طالعة ترند قوي. بس الاوستيك ده جديد، يعني انا جايبه لكم الحاجات الجديدة. بصوا بألوان بقى، ألوان بنانيتي زي ما انت عايزه. كمان اللي هو الساده الابيض، الساده ده بيمشي الاثنين معاكي. ده سعره كام يا مؤمن؟ كل ده كده 50. كل اللي انا بصوره لك ده 50 جنيه. كل اللي انا بوريه لك ده سعره 50 جنيه. طيب اللي فيه شغل هاند ميد ده عامل كام؟ في حاجات ب 50 وفي حاجات ب 60. حاجات الخصوص. اه. الخصوص ده كده اللي هو ده. يعني الفرق 10 جنيه ما بين الخصوص. اللي مع
معاكي دي اول حته برضو الحمراء اللي فوق اهي بتوزيعك عليها برضو حلوه. مش عارفه الاحمر النهارده لفت نظري ليه. بس عايزه اقول لكم اللون الاخضر ده طالع موضه، طالع ترندي قوي قوي قوي. وكمان اللون اللافندر ده طالع برضو موضه. عايزه اقول لكم اللافندر الخلفيه بتاعته بيضة والخلفيه بتاعته روز، طالعه برضو معاكي موضه. بصوا جميع الالوان اللي انت عايزاها اي واحده فيهم سعرها 50 جنيه. تعالوا نشوفوا كده اللي هو ب 85 جنيه اللي هو الايد معدن، الاوستيك بتاعك معدن يعني جيب 85. انتوا شايفين القمر جيب 85، متخيلين الجمال؟ الطعامة بصي بقى البسي وما تحرميش نفسك من حاجة. بصوا بقى دولت حلوين برضو جدا. يعني ايه؟ يعني لما اجيب ساعتين ثلاثة واطقم على كل طقم انا لابساه البس ساعة، في احلى من كده؟ طب في ارخص بقى من كده؟ تحفة. معي كده كده 125. طب اللي احنا بنصوره ده كام؟ 85. طب اللون الذهبي ده بيغير؟ ابعدي عن الميه والبرفان. ابعدي عن الميه والبرفان هيفضل معاكي. بصي بقى هنا في كده كام واحده تحف ما تتسابش. اول واحده اهي ديت، بصي دي تحفه تحفه تحفه. وتعالي على دي كمان قمر قمر. بصوا دي كمان روعه. بصوا اللي انا شاورت لكم عليهم دول بصراحه تحف ما تتسابش. دول عاملين كام يا مؤمن؟ دول 125 ماتيريال اعلى. دي الماتيريال اعلى، كل ما نعلى كده بالسعر تعرفي ان الماتيريال بتاعتنا اعلى شويه. كم اعلى من الثانيه؟ من 85. بصوا دي كيوت كده ورقيقه رهيبه. دي في الايد ده ملهاش حل، تحفه. ولا السودة اللي فيها جليتر من جوه ديت تحفه. هتورينا ايه يا مؤمن تاني؟ عندك الرولكس ده كده، كل الاشكال الرولكس دي بره بتتباع ب 350 جنيه. هي عندي ب 180 جنيه. 180 جنيه. اللون بتاعها ثابت. دي حريمي؟ حريمي. كل دول حريمي. عندي بره الديورو والرولكس والحاجات دي والتسود 180 جنيه، ما عدا الرادو دي رجالي. دي رجالي. دي عامله 450. دي لون ثابت ما بيتغيرش ضد المايه. ضد المايه. هي اللي الناس اللي كانت بتسال على الساعات اللي ضد المايه. 800 و600. عايزه اقول لكم جاي الايام اللي جايه برده اللي هي ضد المايه، صح كده اللي هي الرخيصه؟ اه جاي لي ضد المايه. عندك كده ده مكان يا بينو ستكسول ده رجالي تحفة، عامل 250. 250 جنيه مكان ياباني وستكسول مكان 20-30. يعني جي تاخديها وانت مغمضة عينيكي. بصي عندك برضو في الشغل الرجالي ده كده. طب الاول قبل الرجالي، بصوا عايزين نفرح ولادنا كده وانا جاي اشتري لنفسي ساعة 25 جنيه اشكال اطفالي ولادي وبناتي. بصوا مش شايفين الجمال؟ دي ساعات مش لعبة يا جماعة، دي ساعات شغالة. 25 جنيه يعني ابني هيشبط في ساعة هجيب له. بصوا كل دي اطفال احلى من بعضيها. عندك بقى الشغل ده كده، بصوا ده عامل كام؟ ده 50. ده برضو نفس السمارت التاني، شبه السمارت بس ده شكل تاني مختلف. ده شكل تاني مختلف. عامل 50. 50 جنيه. عندك برضو البومه والطلقات والجلد ده كله كده 50، ما عدا المعدن 65. كل ده اللي هو الولادي 50 جنيه. يمشي في اطفالي ويمشي ناس كبيره. شبابي كمان والسن المحير كل ده 50 جنيه. طب اللي بعده ده؟ معاك كل ده 50 برضه. كل الستاند ده؟ كل الستاند ده يا جماعة متخيلين؟ والله ده في حبة تحف ما تتسابش. 50 جنيه. بصي انت شايفة الاوستيك الجلد ده 50 جنيه. كل اللي انا بصورهولك ده الرجالي ده كده كله 50 جنيه. كده ده 65 جنيه. بصوا الحتة التحفة دي 65. خمسة دي كله كله. بصوا انا مركزة اهو عشان اللي عاجبه حاجة يعمل لها سكرين شوت. دول معانا كده 50؟ لا ده 65 مع الجولة. ده بصوا بقى من اول هنا كده وانتي نازلة اهوت ده كده 65 جنيه. حاجة قمر، حاجة تحفة. 65 جنيه.
كل ما نعلى شوية بالفلوس كل ما الماتيريال بتاعتنا اكيد المكنة من جوة هتكون اعلى. بس انت لو عايزة تمشي حالك على الموديلات اللي انت لابساها وغيري وشهيصي نفسك انت وجوزك وولادك. بصوا الجمال كل ده 65 جنيه، صح يا مؤمن؟ اه. في المعدن ده كده كله 50. كل المعدن اللي انا بصوره لكم ده كده لحد تحت بصوا 50 جنيه. بصوا يعني جيب 50 جنيه. بصوا القمر جيب 50 جنيه. بصوا جمالها. دي أستيك يا جماعة معدن. بصوا أستيك معدن. ابعدي عن المية والبرفان هتفضل معاكي ثابتة، الألوان مش بتغير. هتقلقي من اللون الذهبي خدي اللون الفضي. بصي حاجات تحف تحف تحف. طب انت لو عندك بقى مناسبه وعايزه حاجه سواريه 2 في 1 75 جنيه. دي طلقه، دي ما تتسابش، مش بفلوس. ساعه وانسيال قطعتين، يعني القطعه الواحده ب 35 جنيه. بجد حاجات تحفه تحفه تحفه. في بقى الحائط، بصوا بقى ساعات كمان الحائط ما سيبناها لكم. لو عايزه حاجه نظيفه وعندي السين هندي وصيني، اسعارنا بتبتدي من اول كام يا مؤمن؟ عندك الجنب الشمال ده كله 150. كل ده هندي خامه وماتيريال عاليه سعرها 150 جنيه. ده هندي. ده هندي. الصف اللي فوق ده ساعه اسمها شبح، دي فيها عين سحريه بتعمل صوت عالي لكل ساعه بتديكي صوت جرس. ايوه. وتيجي في بالليل لما الدنيا بتضلم بتاخد النص الصوت، بتخفض نص الصوت، عايزه تخفضيه خالص عادي. كل اللي فوق ده 250 جنيه. 250 جنيه. في اللوزه وفي الشبح اللي تحت ده كده اللي هو بندول وبيعمل موسيقى برده. 350 جنيه. هديه قيمه لو انت عايزه تجيبي هديه لاي حد ومحتاره، وكمان لو انت عايزه تجيبي حاجه في بيتك. الخشب ده كده 180. الخشب دي 180. مفيش كلام خالص. بس طب قول لي بقى اللي هي الالوان الاحمر والاصفر اي شكل من الاشكال دي يا جماعه 150. انا عايزه اقول لكم ده مكان من ضمن الاماكن الاكتشاف. لحد هنا وصلنا لنهايه جولتنا. بشكرك يا استاذ هنا، هقول لكم باي باي ومع السلامه، واستنوني بجوله جديده ومكان اكتشاف جديد من مشاوير شيماء الحداد. بحبكم حبه كتير، مع السلامه.